يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا دخلت ساحات المسجد الحرام أو المسجد النبوي وقد أقيمت الصلاة، فهل أصف مع الصفوف المتقطعة في الساحات خارج الحرم أم أبحث عن مكان في الداخل ولو فاتتني ركعة؟ ما في معنى، تصف مع المسلمين اللي تجدهم صافين، صلي معهم ولو في الساحات، تدرك الركعة أحسن من أن تفوت. نعم.